كويس. اليوم انا راح اعلمكم كيف تعملوا editing للفيديوهات تاعياتكم. في عندكم برنامج باور دايركتور وباور دايركتور الثاني في البندل بيجمع كل شيء. فيكم نزوم الاوتر لانه بعتيد هو مصورة، بس انا هنعمله عم صور بسكرين الكمبيوتر. بس انا بستعمل لمونتاج او التعديل والانترو والاوترو بستعمل دو ريكوردر واللي هو هيدا. اوكي، اول شيء بتعملوه بتفوت عليه مثل كل مرة، اكيد هيدا بدنا نفوت عليه. انا بستعمل دو ريكوردر لانه كتير بيعلي عنده. بتفوتوا على هاي اللي هون علامة اللي انا علمت عليها، بتفوتوا عليها. هون في عندكم اشياء، في عندكم stitch edit image stitch stitch images wifi transfer video to gift merge videos. اذا بدكم تعملوا editing لصورة فيكم تعملوا من هون edit image، واذا بدكم فيديو edit video. بس هون بدنا نحن edit video فبنكبس عليه. نشوف، في عندي انا كتير فيديوهات، بس انا هلا بدي اعمل editing لهيدا. بدي 12 دقيقة اللي عندي يلا. كمان نزل على اليوتيوب. وكمان هلا خلينا نبلش. اول شي عندكم تريم، يعني تريم فيكم تعملوا كات وفيكم انه تقيموا المشهد هيدا من الفيديو عندكم. في خلينا نشرح ريموف ميدل. ريموف ميدل بتقيموا البارت النصان للفيديو انه بتقطعوه. اد ميوزك بتحطوا موسيقى بالفيديو. انا في فيديو عملته حطيت فيه موسيقى، وصلت الموسيقى صوتها عالي، فراح احط راح بهذا الفيديو راح اظبطه، راح اظبط صوت الموسيقى. سب تايتل مثلا كلام يجيك على الشاشه مكتوب بيكون صاحب الفيديو من كاتبه. اد ايمج فيكم تحطوا مثلا صوره وين بدكم، وين ما بدكم اياها بالفيديو. وهون الانترو والاوترو، هيدا هو الانترو والاوترو. بتحطوا الانترو هني بيعطوكم صور من عندهم، فيكم انتوا تجيبوا صور من عندكم بعدين. و الاوترو فيكم كمان نفس الشيء تفوتوا عليه. انا بشرح لكم اياها لحظه. قبل هون الانترو هون في عندكم، وهون فيكم تعملوا اد، وهون الاوترو، وكمان فيكم تعملوا اد من عندكم. اوكي باك نو ثانكس. في الباك جراوند، باك جراوند خليني اوريكم عليها شوي. هاي اللي هون اللي بتجي على الطرف، شايفين مثلا هلا الشاشة عندي هون، في عندي عليها هون مطرح ما بلعب انه لازم ماشي شوي. شايفين هاي الشاشة اللي بلعب انا فيها، لاقوا شوفوا قد عارفين. هو هون على الطرف في اسود، في اسود فيكم تحطوا محل الاسود صورة انتم بدكم اياها، بسموها هاي باك جراوند ايمج. كروب فيكم تقطعوا انتم مطارح مثلا. هلا انا بدي اعمل كروب لاشياء حتى يبين الفيديو اكبر، او شايف مثل ما شايفين انتم شاشه صغيره. هون السبيد بدكم تسرعوه، بدكم تنقوا اي ثانيه، وبدكم تنقوا اي ثانيه بده يخلص. هلا بنشرح كل شيء نحن بعده. هون روتيت، روتيت بتقلبوه مثلا بدكم اياه بالعرض بالطول وين ما بدكم. هلا بدنا نبلش نحن بال تريم. انا ما بديش اعمل شي تريم ولا ريموف ميدل، بس اد ميوزك بدي. هلا في عندي روكسار بس ما راح احطه لانه مثبت مثل ما بتعرفوا. اوكي راح اكبس اد ميوزك، انا بحب لها الغنية. خلينا نشوف كل الفيديو الا بالاول. لا بلا كل الفيديو بس. هون من هون بتنوع انتو امتى بتكون يبلش. انا حطو يبلش من عند خلينا نشوف. اوكي انا عم نقي هلا يبلش من عند 13 ثانية، خلينا نقول 13. نقوا هون صوت الميوزك قديش بدكم اياه. انا راح احطه هلا هيك كمان تسمعوا صوتي بالفيديو.
والاوديو ما بعرفش هو، بس خلونا هلا نحط كونفيرم. جاري اوكي نيه. اوكي لحد اخر الفيديو بدل الاغنية. هلا انا افكر اوقفها باخر الفيديو للغنية كرمال لكم انه هيك الوداع، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وهيك. اوكي هلا هون ادي ميوزك خلص منيك، بس اوكي هذا انا عمله سيف. ادي ميوزك خلصت، اسب تايتل اذا بدكم. انا هلا راح اعمل اسب تايتل راح لكم هون بياخدوا كل هون. نكبس لهون اد سب تايتل ومنحط انت بدنا اياها تبلش. راح احط انا تبلش من ثانيه، بدي اياها تبلش انا من الثانيه صفر واحد لحظه شوي. بدي اياها انا تبلش من ثانيه واحد لحد، خلينا نشوف هلا اند تايم هون ستارت تايم هون اند تايم ستارت تايم. انا حطيتها ثانية واحد اند تايم بدي اياها انا تخلص. خلينا نقول لا لا هي كتير، خلينا نقول 5 ثواني. اوكي كونفيرم. نسيت اكتب السب تايتل، بس خلينا نرد على هاي الصفر و راح ارد على صفر. هلا بدنا نكتب السبتايتل، راح احطه هاي هاي هيك راح احطه. انتوا اللي عم تشوفوا الايديت يعني للفيديو اللي بدي نزله. لحظة هاي اوكي اوكي هيك منيح. هلا بنزله كونفيرم، خلينا نشوف حطيته. اوكي بدي اكبرها شوي انا. ويت ا سكند بدي اعملها روتيت هيك وخلصت هاي السب تايتل. اوكي بس لحظه انا بعد ما عملتش. اوكي اد ايمج اذا بدكم لايكو انا هلا شو بدي اعمل هون. اد ايمج بدي افوت على اد ايمج وبدي انقي صوره. اوكي بدأنا هاي. هلا راح احط لحظه في هون مشكله، انا مش عم بدي احطها، لازم احطها بمطرح ثاني. هلا هي ما بدي تطلع، بس هي مش ضروري هلا تحطوها على البيكتشر. فانا ما راح احطها هلا، انا مش عايز بيكتشر بهذا الفيديو. اوكي منيك بس اوكي انترو اند اوترو بدنا نحط هلا الانترو. الانترو راح نقي هاي. اوكي اوكي الفيديو ميكر راح احطه دو ري كوردر دم ديسكريبشن ما بدي راح احط بس هاي 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 فيديو تايتل. بدنا داسة عاب اوكي سنايبر هيت مان. يلا خلونا نحطه هيك تمام. وهيدا كان الانترو، وهلا بدي احط الاوترو. الاوترو راح احطه كمان مثل الراعي مثل ما حطيته بهداك الفيديو اللي نزلته. خلينا هلا نشوف الاوترو. بده يكون ثانكس، بعد يكون thanks thanks for watching. اوكي ده هو، وبحط كمان exclamation mark.
ما فيش ده انا حاطه اكسكليميشن مارك يعني علامه تعجب، ما بعرفش هي اكسكليميشن مارك. انا بعرف حالا نحكي له بسرعه بهاللحظه نكبس اوكي. خلينا نشوف هلا نتاكد. اوكي ميد باي دور. لحظه انا نسيت اي ماي اد ايمج لازم ايما. اوكي اكس هذا هو. اوكي 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 خلاص من الاوترو. باكي جراوند ايمج، باكي جراوند ايمج مثل ما قلت لكم هي مطرح الفاضي انت فيكم تعبوه. باكي جراوند خلينا بدنا نشوف شيء نقي حلو. خلينا نشوف خلينا نقي هاي. اوكي عم بدنا نقوله اوكي. The intro and the outro that you added have been removed. ليه intro ليه been removed ما بعرف ليه بس الايز بيكون زود. خليني اشوف رايت اوكي كل شيء تمام. لازم اوطي صوت الموسيقى اكتر. ادي ميوزك اوكي. طول الفيديو على فكرة بس بقنا معلمكم. الميوزك اديتي ميوزك صوت بالاخير بدي ايمو شوي ميوزك هيك. لا كتير هيك على اخر على اخر وقت. اوكي هيك كونفيرم. خلينا نشوف هلا بالاخير كيف صار. هاي اوكي خلينا نشوف. لازم اوقف شوي ما ادري شو كيف. اما افترض اعملها ارجع ادت ظبط الشغلة. بس بركي وقف على 3 و4 ثواني. ثلاثة دقايق اوكي خليني اغير من هون. لا ما وقفوا فائدة ميوزيك. راح ارجع ردة شوي لورا هيك توقف الميوزيك. كونفيرم ما بعرف شلون تثبت معها هلا بس مهم يعني مش ضروري ما بحكيها بتسمعين انت صوتها فا اوكي. خليني اشوف بقى انترو او حاطه يعني هون باك جراوند ايمج. هلا باك جراوند ايمج ارجعني هون كيف نحطه. بدنا نشوف هلا الكروب. انا بدي في عندي كروب بدي اعمله. لا لا مش رح يكون سبب لا تكون فقط واحد. ايه هون بدي اعمل بوز بدي اعمل بوز. كمان اتحمسك هتلعب من وين ما نخليني نسوي غير 5 دقايق. سبب خلينا نشوف لحد ما تفتح هو انه كان انا عندي سكرين ريكوردر بتليفوني من الشوت هذا هو سكرين ما كان هو هيدا ما كانش بيعلق الباقيين كلهم كانوا بيعلقوا معي. اوكي هون بدي اعمل كروب لحد هون كمان اللي لا مش هيك. اوكي هيك تمام من فوق لحد هون. هنشوف هيدا معلم. اوكي
اوكي باك جراوند ايمج. شو؟ لا مش قصدي انا هيك. خلينا نشوفها. لازم نشوفها. منيح بس بالبداية في عنده شوي هيك. خلينا نشوفه. اوكي بس هي كلها ثانيتين تقريبا. ف تمام سبيد. في مطرح بدي اسرعها فيه. لحظة يا محمد، هل انا تركت تكون هيك؟ لا لا انه هون بتبرج سبيد عاد على ثانية ستة. اوكي تشينج سبيد. لحظة ستة وانت بتخلص من ثانية ستة. لا من الثانية ستة لل لهون ستة دي او 12 ثانية. اوكي change speed. ثانية ستة لحد دقيقة 12 ثانية. طول الفيديو طول كونفر. خلينا نشوف. لحظة أنا ما زبط عندي. خليني أرجع أجرب سرعه. أوكي تمام. الموسيقى وين؟ سنايبر. سيا وين؟ لحظة وهنفوت عليها. اوكي انا اشوف هلا كيف صار الفيديو. لا 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 كنسل 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 مش سيف. ايه تمام. اوكي هذا مش كتير باين. فهي القصة، هاي هي القصة. رسمي خلصنا. روتيت هون بتعملوا روتيت اذا بدكم كيف بدكم اياه، بس انا ما بدي اعمل روتيت هيك ظابط كل شي تمام. و تكسو سيف اذا خلصتوا اديتينج تكسو سيف. The video is being saved. وبتنطروا لحد ما يمروا اللف حتى ما يعمل لفة طويلة ودوات. تنظروا هيك مفتوح للتليفون عم يعمل هيك. وهذا كان الفيديو اليوم. لا تنسوا لايك سبسكرايب والكومنت والشير وعملوا ادت وجربوا من الدو ريكوردر. يلا انتوا قوية، انتوا قد وقتوا بتقدروا تعملوها. باي. هيك خلونا نتت هلا شوي لحد ما وصلنا العشرين دقيقة. نزل فيديو عشرين دقيقة. كيف يطلع؟ راح تنبسطوا فيه. هلا في لتحته في الاخير. ما تنسوا تشتركوا كمان بقناة محمد علي وعلى اسم قناة علي اف تي بي كيد يعني فوتبول كيد، واسم قناة محمد علي حموديز وورلد يعني عالم عالم محمد. وباي.
اوكي خليني بعدين واقف. بعدين مصور. اوكي.